تلقى محمود حسن تريزيجيه المحترف ضمن صفوف نادي اندرلخت البلجيكي عرضا من نادي جالاتا سراي التركي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وهو الأمر الذي سيصعب كثيرا من مهمة الأهلي في استعادة اللاعب مرة أخرى خلال الأيام القليلة المتبقية من يناير الجاري. تشير المصادر القريبة من اللاعب إلى أن تريزيجيه تلقى أكثر من عرض مغر خلال الفترة الأخيرة، أبرزها من نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي الذي يقوده بوب برادلي، وانتقل إليه مؤخرا عمر جابر، بالإضافة إلى عرض جالاتا سراي وقاسم باشا من تركيا.